قرية ميت سعدان. قرية ميت سعدان إحدى القرى التابعة لمركز ديكيرنس بمحافظة دقهلية. يبلغ تعداد سكان القرية حوالي 4000 نسمة، وانضمت لمشروع قرية خالية من الفيروسات الكبدية الذي أطلقته مؤسسة الكبد المصري منتصف عام 2014. وبدأ العمل من خلال مجموعة من القوافل الطبية التابعة للمستشفى ومعهد أبحاث الكبد المصري في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة داخل القرية. اللي أنا أعرفه عن فيروس سين هو فيروس بيجي في الكبد، يعني ممكن يكون نشط خطر، في يعني ممكن يعني يؤدي للموت. فروحنا بقى على الفور لما سمعنا وعملوا حملة ونضفوا الميكروفات وكده، وروحنا بقى للمؤسسة حللنا وطلع النسبة يعني مش كبيرة قوي الحمد لله. قعدنا تعبانين وحالتنا النفسية وحشة وبقينا زعلانين وكده، بس الحمد لله يعني لما خدنا العلاج بقينا كويس. قصتي مع فيروس سي لما كانت بطني توجعني اتوجهت لدكتور بطني، فاكتشفت اللي عندي فيروس سي، طلب مني تحاليل أولية عن فيروس سي فطلع عندي نسب. أول ما عرفت حسيت إن نفسيتي تعبانة كده، كان بيجينا همدان في جسمك، ما أقدرش أقوم أشوف حالي الصبح وتكسير في عظمي. فتوجهت للجمعية لما أعلنوا بقى، قالوا في الميكروفون، ندوا هنا في الميكروفون في الجوامع إن فيه علاج لفيروس سي. اللي يعرف اللي هو عنده مثلا فيروس سي يتوجه لأقرب جمعية. هو في الأول الواحد مش بيحس بيه، بس بعد كده بيأثر عليه. قرية ميت سعدان دي هي دي قرية من ضمن القرى اللي احنا حطينا طبعا المشروع بتاع فيروس سي. هي تقريبا حوالي 5000 نسمة، كمية كبيرة جدا من الناس منها مصابين بفيروس سي. بعدنا قافلة هناك عملوا لها حاجة اسمها سكريننج، سحبوا عينات من الدم، لقوا لبعض الناس كانوا كمية كبيرة عندهم فيروس سي، عملنا لهم البي سي ار بتاعتها وبدأنا نعالجهم. وان شاء الله يعني ما شاء الله القرية تقريبا كمية الفيروس اللي فيها تقريبا راحت يعني الحمد لله. حال القرية وأهلها ومدى حاجتهم للرعاية الطبية كان له الأثر الأكبر في استقبالهم لقوافل مشروع قرية خالية من الفيروسات الكبدية، مؤكدين أنها الفرصة للتخلص من فيروس سي. كان الكبد بتاعي تعبان قوي، وكنت يعني لسه دايما عندي جبدان ودايما رجلي وجعاني، وما كانش عندنا يعني ظروفنا كانت تعبانة. ولما لقينا فيه علاج بالمجان روحنا عملناه. في البداية خلاص احنا لقينا في حملة تحليل جاية هنا، رحنا وحللنا فطلع عندي فيروس سي. فطبعا لما عرفت بقت يعني نفسيتي تعبت وبقيت متضايقة، عشان برضو عيالي صغيرين برضو ما بقدرش اعمل لهم حاجة وكده، وخايفة على ان هما مثلا يعني يتعادوا ولا يتعبوا مني ولا كده، فبقت برضو ده تعب نفسيتي جدا. والحمد لله يعني ما يعني بقيت احاول ان انا ما فيش اي حاجات اللي انا بستعملها هم بيستعملوها. هو لو ما كانش في حملات ان كده او علاج زي ده ان يعالج الناس على حسابهم، ما كنتش انا هقدر اتعالج طبعا، كنتش هقدر اتعالج لان انا ما كانش معايا فلوس ان انا اعلم اولادي او ان انا اتعالج. ما كنت طبعا اعلم اولادي ابدا مني. وبعد عمل وجهد يستحق الثناء لكل من عمل بمشروع قرية خالية من الفيروسات الكبدية، أصبحت قرية ميت سعدان من أول 10 قرى على مستوى جمهورية مصر العربية خالية تماما من فيروس سي.